شحاتقرآن.com. لما نلتقي على حب الحبيب فأكيد في هذه المناسبة القلوب كلها بتكون منفتحة على حب بلدنا، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصى على حب الأوطان. خير ما نبدأ به هذا الحفل الكريم هو آيات من الذكر الحكيم من صاحب الصوت المميز الرائع الذي يخرج من القلب، وبالتأكيد فهو يدخل إلى كل القلوب. القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
شحات قرآن.com